هرجع تاني يا كابتن حسن واجي لك فيما يخص الانتقادات اللي وجهت لمارسي كولر بعد مباراه اليوم والمباريات الماضيه كمان رايك فيها ايه؟ والله بص انا شايف في المباراه دي هو بدا برضو في ثلاث لعيبه بدا يعني في التشكيل كانت في نص الملعب آ�... كريم وليد اه بالظبط رضا سليم كان المفروض يبقى بقى يبدا الفيرويد برضو كان لازم يبدا لا كهربا اه بالظبط مكان مودست يعني هو بدا غلط برضو في التشكيل ف فبح... في موديست؟ مودست؟ موديست <تصفيق> <تصفيق> لا احكي لي انتوا كنتوا تحكوا لي قبل الهواء <تصفيق> <تصفيق> طيب والله انا وانا باخد دش والله انا جاي لك فقلت اخد دش بقى كده انا واحد عشان يجي لك منتعش كده بعد الخساره يعني فباخد دش كده فشتمت صراحه فقلت لنفسي بكرش دوت انا ممكن اضغط على الاثنين ديفنس بالحارس مرمى افضل اضغط عليهم هم الثلاثه يعني اجري على ده واجري على ده وهستلم الكوره وانزل نص الملعب استلم هبقى احسن منه اه وهيدوني بس 1000 دولار مش عايز اصلا <applause> مش عايز اكتر من كده كابتن الطريق برضو كان حكى لي قصه مع المنتخب اه بمناسبه ال... بمناسبه الفرود يعني آه عشان حسن بيقول بكرش الحمد لله لسه ما طلعناش انت بقى يا فاري لا تاكل مش هيطلع لك كرش كن> ك... كنا بنلعب السودان في تصفيات كاس العالم مع ماركو تردلي وكان الكابتن حسام حسن قاعد في الماتش ده على الدكه وكنا كان عبد الحليم علي هو اللي بادئ والراجل كان بيلعبني انا هاف ليفت اه ففي في والماتش شغال بعد ما نزلت حسن كان بادئ الماتش ده على ما اعتقد وانا نزلت و الراجل حصلت باين اصابه او حاجه للفرود الموجود وزقنا انا فرود ايوه بالظبط فصنعت جونين وعملت جون لحسن بس حسن ضيعها وعملت واحد لله رحمه محمد ابو وهاب واحرزه هدف مم. فبقول لحسن ان انا لو بلعب فيرود والله كنت هبقى احسن من مودست 100 مره يعني برضو آه. اه لا بص مم. انا علامه استفهام بالنسبه لي مم. كبيره جدا مودست في النادي الاهلي لإني بياخد رقم كبير قوي والراجل مصر عليه اصرار غريب جدا انا شفت النهارده لما هنيجي لما هنيجي نتكلم على الاثنين اللي بيلعبوا بعديه بلاش كهرباء هتكلم على اسامه أبو, ابو علي اسامه ابو علي خامه فرويد حاجه لو خدت وقت وخدت وما عندوش مشاكل إصاباته وحاجات كده اعتقد ممكن يعدي ناس كتير جدا في الدوري المصري م. لان خامه كويسه جدا تحركاته استلامه تحت ضغط سريع بياخد كور عاليه على الرغم ان هو عنده مسؤوليه بعض الشيء في الكرة اللي جت في النادي الاهلي جون الشوط الثاني بتاع بتاع <applause> لأنه لان هو هو اول واحد طلع على الكره الاولانيه وعدته <applause> انما في الحته الهجوميه لا هو فرود اعتقد افضل بكتير جدا من مودست حسن و... هو خلي بالك برضو مودست هو دلوقتي 35 او 36 مش عارف <applause> السن بس هو طول داخل يعني الراجل طبعا طول حياته كلها بيلعب ليفل عالي احنا ما وصلنالوش يعني عشان برضه ايه ما نبقاش احنا احنا بنسب بنهزر هزار وكده هو وصل ليفل عالي لعب في الدوري الالماني لعب احنا بنتكلم دلوقتي ابو علي اي انا بتكلم برضه ان هو الراجل ممكن يكون هو, هو مهيم كبير دلوقتي طبعًا لا ممكن يكون الاسباب اللي هو فيه ده بسبب الفتره اللي هو كان مريحها رايح فتره طويله مع السن مع ال 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 ان هو ما عملش فتره اعداد ممكن يكون هو ده السبب بس في الاخر هو لا صعب الأمور صعبة قوي يعني صعب